اولا تنضرب في كل شيء اولا في المهرجان، غنهضر على نقدر نقول جزئيا سوء التنظيم على قرعة الماء. وقع اشكال وكان غيكبر، قلنا ومول الحفلات جا قالك شكون اللي عطاكم داك القرعه بواحد الطريقه يعني كانهم استقصدنا حنا علاش نتوما زدتكم القرعه. ولكن ديك الطريقه باش تجي كتهضر معنا اصلا ديك الجرأه وش هاد الوقاحه؟ هذه في نظري وقاحه. هي لما جاتك دعوه رسميه لشي بلاصه ما تمشيش، الله يرحم لك الوالدين، الا بغيتي تعز راسك وتعز الالمين. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله، ومن واحد المنطقه الاسم ديالها عين كرمه كنحييكم. لكن هذه المره جيت ندير واحد التعقيب، هذه تجربه شخصيه اللي عشناها نحن كطاقم صوت العداله. البارح اللي كان ما قبل اليوم الاخير من مهرجان الفروسيه بعين كرمه اللي هو في الدوره 13، الوغ جينا لهذا المكان، هذا جينا كطاقم صوت العداله انا وبعض الزملاء الاعلاميين اللي قالك يلا نمشيو راه كاين مهرجان يلا نشوفو. قلنا ما فيها باس، هذه واحد الثقافه ديال الفروسيه اكيد نشجعوا على الراس والعين، لكن باش ما نتسماش انني تنجزم اولا تنضرب في كل شيء اولا في المهرجان، غنهضر على نقدر نقول جزئيا سوء التنظيم. على سوء التنظيم انا غنهضر على واحد التجربه صغيره وما خوفيه كان اعظم. فاحنا ملي جينا ودخلنا للطابله وجلسنا كاعلاميين، جلسنا في الطابله الوغ على قرعه الماء، قلنا لهم ودي جيبوا لنا قرعه الماء. اذا هنا كنلوموا ممول الحفلات اللي كان عندهم هنايا على قرعه الماء، وقع اشكال وكان غيكبر، قلنا لهم قرعه الماء بحال اللي ما بغاوش، ما عرفتش علاش الله اعلم. المهم بقى وقت طويل تنقول عافاكم قرعه الماء غيشربوا، هي لك تيدايز غير من الزنقه حدا دار ديال شي واحد ودقيتي عليه وقلتي له قرعه الماء راه غيعطيها لك، فما بالك مهرجان كبير وهذا الشيء امام انظار المسؤولين، باش ما نكونوش عاوتاني كنكذبوا، امام انظار المسؤولين اللي كانوا في هذا القيطون اللي تنشوفوا هنا البارح. اذا ملي قلنا لهم قرعه الماء ما بغاوش، واحد السيد من المسؤولين يا اما مستشار يا اما مهم جاب مسكين قرعه الماء وحطها لنا، مع ذاك الحطه اللي حطها واحد من ممول الحفلات جا قال لك شكون اللي عطاكم ذاك القرعه بواحد الطريقه يعني كانهم استقصدنا حنا علاش نتوما نزلتكم القرعه، قال لك شكون اللي حط له؟ انا ما عجبنيش الحال، كيفاش شكون اللي عطانا هذه القرعه هذه؟ ذاك المستشار قال له انا اللي جبت القرعه، سكت ومشى. ولكن ذاك الطريقه باش تجي كتهضر معنا اصلا ذاك الجرأه وش هذه الوقاحه؟ هذه في نظري وقاحه. اذا انا انفعلت وصافي نضنا ومشينا بحالنا، نحن كطاقم صوت العداله والمنابر اللي كانوا معنا نضنا ومشينا بحالنا وحنا مقلقين. فالرساله اللي بغيت نوجه هنا لجميع المنابر الاعلاميه، لما جاتك دعوه رسميه لشي بلاصه ما تمشيش، الله يرحم لك الوالدين، الا بغيتي تعز راسك وتعز المنبر ديالك، هذه رساله كنوجهها لجميع المنابر، الا بغاو شويه وخليو نقطه امل ونقطه ضوء في هذا المجال اللي هو تميع صراحه، اللي الله يهدي ما خلق. لو كنت انت داير العز راسك ملي غتجي لهنا غتلقاهم كيتسناوك وكيحييوك وكيرحبوا بك، لكن من هب ودب ولا دخل لهذا المجال احنا ولينا كنطيحوا، حتى احنا اللي باغيين نعزوا المهنه كنطيحوا في هذه المواقف. لكن انا عن نفسي من هنا لفوق الا ما جاتنيش دعوه رسميه ما غنمشيش لشي بلاصه، هذا وعد مع نفسي، هذا الشيء اللي غنقدر نقول. اذا مهرجان بالنسبه لي ديال عين كرمه انا ما حضرتوش من الاول حتى الاخر، حضرت اليوم ما قبل الاخر، وصراحه كنعاتب عليه هذه القضيه، وما زادني عتابا هو انه حتى المسؤولين شاهدوا ولا عاينوا هذه الواقعه، التدخل ديالهم كان بارد، يعني علاش وكيفاش هذا السؤال كيبقى مطروح. لكن الرساله ديال اليوم فهي واضحه واضحه جدا، عزوا راسكم المراسلين ديال المنابر الاعلاميه، بركه من الدل راكم فيه. كان معكم ربيع دحاني.